أكدت البعثة البحرينية للحج أن التواصل المستمر مع حملات المملكة كافة تأتي بتوجيهات كريمة من قبل جلالة الملك المفدى والحكومة الموقرة حرصا منهم على الإطمئنان على سلامة وراحة الحجاج البحرينيين، مشيدة بتعاون حملات المملكة وبالتزامها بالقوانين والإجراءات التي وضعتها وزارة الحج والعمرة السعودية فضلا عن التعليمات الإدارية والإرشادية التي وجهت بها البعثة، ذلك مما يسهم في إنجاح موسم الحج هذا العام. للمزيد من التفاصيل معنا عبر الهاتف من المدينة المنورة فضيلة الشيخ عدنان القطان رئيس البعثة البحرينية للحج. مساء الخير، كيف تجرى استعدادات لجان البعثة في توفير الخدمات لحجاج مملكة البحرين؟ فضيلة الشيخ هل تسمعني؟ فضيلة الشيخ على ما يبدو أن هناك خلل من المصدر، نواصل ما تبقى من النشرة. هذا وقد أعلنت المديريات العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية أن عدد الحجاج الذين وصلوا المملكة لأداء فريضة الحج تجاوز 1,400,000 حاج، وبلغ عدد الحجاج القادمين لأداء المناسك من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم الاثنين أكثر من 1,486,000 حاجة بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية. أفادت المديريات العامة للجوازات بنقص بلغ نحو 10,000 حاج عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 0.7% تقريباً.